وبركاته، طلاب وطالبات تانية ثانوي، أهلا وسهلا بيكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. أنا ميسيو خالد وأنت على قناة ميسيو أونلاين. في درس النهاردة هنحل امتحان على الدرس الثاني من الوحدة الثانية. قبل ما نبدأ، لو أنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس واضغط لايك للفيديو لو عجبك، ودل لزمايلك على القناة واعرف إن الدال على الخير كفاعله. هسيب لكم سؤال بدون حل في الامتحان دوت، أنتم تحلوه وتكتبوه لي في التعليقات. يلا نبدأ. بسم الله. الوثيقة الأولى عندي هي عبارة عن إيميل دو من رنا إلى ندى. رنا بعتت إيميل لمين؟ لندى. أوبجي الموضوع الأقصر، مدينة الأقصر. هنا هتلاقي سالو، مرحبا، جو سوي كونتونت دو تو بارل دو ما فيل الأقصر. أنا بكون سعيدة جدا إن أنا بكلمك عن مدينتي الأقصر. سيدين فيل تورستيك، إنها مدينة سياحية. إلي بغي دسوان، هي قريبة من أسوان. دون ما فيل، في مدينتي. إليا بوكو دو مونيمو أفيزيتي، يوجد الكثير من المعالم التذكارية اللي ممكن تزوريها. كوم لو تامبل دو كارناك، زي معبد الكرنك. لا فالي دي روا، وادي الملوك. إلا فالي دي رين، ووادي الملكات. إلخ. Tu peux visiter Luxor au mois d'avril car il fait beau. أنت ممكن تزور الأقصر في شهر أبريل اللي هو شهر أربعة لأن الجو بيكون جميل. نشوف السؤال الأولاني. رانا بروبوز آ ندى، رانا بتقترح على ندى دو سورتير انسومبل، إن هما يخرجوا سوا. دو فير دو لا جيم، إن هما يلعبوا جمباز. دو تشاتي اون لين، ان هما يشيتم على النت. دو فيزيتي سافيل، ان هي تزور مدينتها. طبعا ان هي تزور مدينتها كانت الاجابة الصحيحة. اتنين، رانا ديكري، رانا بتوصف سافيل مدينتها. سون كارتيي الحي بتاعها. سون باي بلدها. ساكوبين زميلتها. طبعا هي بتوصف مدينتها. ثلاثة، الأقصر في الأقصر. ندى بو فيزيتي، ندى تستطيع أن تزور. لا تور دي كير، برج القاهرة. لو تومبل دو كارنك، معبد الكرنك. لي بيغاميد الأهرامات. لو سفانكس أبو الهول، طبعا تقدر تزور معبد الكرنك. أما باقي الثلاث حاجات دول موجودين في القاهرة يا شباب. أربعة، أون أفريل الأقصر. لو طون اي، الجو بيكون موفي سيء. بو جميل. فروا برد. شو حر، طبعا الجو بيكون في شهر أربعة بو جميل. نكمل. الوثيقة الثانية، جو موبيل فريد، أنا اسمي فريد. جو سوي جيبسيان، أنا بكون مصري. جي سيزون، عندي 16 سنة. جابيت باغي، أنا ساكن في باريس. Je vais au lycée avec mon copain Adrien. أنا بروح المدرسة الثانوي مع زميلي أدريان. Il est français d'origine espagnole. هو فرنسي من أصل أسباني. Le week-end, je joue au football au club avec mes copains. في عطلة نهاية الأسبوع أنا بلعب كرة قدم مع مين؟ مع زمايلي. Français et égyptien. الفرنسيين والمصريين. نشوف السؤال رقم خمسة. أدريا إي دو ناسيوناليتي، أدريا بيكون من جنسية فرنسيز فرنسية، إيجيبسيان مصرية، إسبانيول إسبانية، شنواز صينية. طبعا هو بيكون من جنسية فرنسية لأنه قال إيه إلي فرنسي. طب حد هيقول لي دورجين إسبانيول، من أصل أسباني. طب ما هو ممكن يكون أسباني. تمام، هو طالما قال لي هو بيكون فرنسي يبقى انا عندي هنا هو فرنسي بنسبة 100%. اما من اصل اسباني فانا ما اعرفش هو يملك الجنسية الاسبانية ولا لا، ممكن يكون اهله جم من زمان قوي فرنسا فهو ما بيملكش الجنسية الاسبانية اصلا. فناخد المضمون، والمضمون ان هو ايه، بيكون فرنسي. ستة، فريد ايم، فريد بيحب. لو تنس التنس، لو سكي التزلج، لو فوتبول كرة القدم،
لو باسكت السلة. طبعا هو بيحب يلعب فوتبول مع زمايله المصريين والفرنسيين. 7 فريد أبيض، فريد بيسكن أليون في مدينة ليون، ولا أباغي في مدينة باريس، ولا أوكير في القاهرة، ولا أمدريد في مدريد اللي هي في أسبانيا. طبعا هو بيسكن فين؟ أباغي في باريس. 8 ليكوبادو فريد سون أصدقاء أو زمايل فريد بيكونوا فرنسي سولمون فرنساويين بس، إيجيبسيان سولمون مصريين بس، أترونجي سولمون أجانب بس، إيجيبسيان إي فرنسي مصريين وفرنساويين. طبعا دي الإجابة الصحيحة. نكمل المواقف. والموقف الأول بيقول لي تو دوموند أ تون كامراد أو إيل باس لو لوازير كيس كيل دي، أنت بتسأل زميلك أين هو بيقضي وقت فراغه، ماذا هو يقول؟ هو هيقول إيه؟ Je n'ai pas le loisir pour lire، أنا ليس لدي وقت فراغ عشان أقرأ، ولا هيقول Il ne travaille pas، هو لا يعمل، Il a beaucoup de loisir، هو لديه الكثير من وقت الفراغ، ولا هيقول Je vais au super café، أنا بذهب إلى مقهى الإنترنت، ولا هيقول J'aime les jeux vidéo، أنا بحب ألعاب الفيديو. طبعا هو هيقول أنا بذهب إلى مقهى الإنترنت. 10 Tu demandes à ton professeur la langue parlée aux États-Unis. Qu'est-ce que tu dis? أنت بتسأل مدرسك عن اللغة اللي بيتكلمها الأمريكان أو بيتكلموها في الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا أنت تقول؟ أنت هتقول إيه؟ Les Américains parlent quelle langue؟ الأمريكان بيتكلموا أي لغة؟ Où se trouve les États-Unis؟ أين توجد الولايات المتحدة الأمريكية؟ ولا هتقول Combien de langues vous parlez؟ كم لغة حضرتك بتتكلم؟ ولا هتقول Comment on prononce le mot anglais؟ كيف نحن ننطق كلمة anglais اللي هي الإنجليزي؟ طبعا الإجابة الصحيحة هتبقى الأمريكان بيتكلموا أي لغة. 11 Tu indiques à ton copain français la position de ta ville. Qu'est-ce que tu dis? أنت بتحدد لزميلك الفرنساوي موقع مدينتك. ماذا أنت تقول؟ Indique-moi la position de ta ville. حدد لي مكان مدينتك. Le Caire est la capitale de l'Égypte. القاهرة بتكون عاصمة مصر. Le Caire est au nord de l'Égypte. القاهرة بتكون في شمال مصر. ولا تقول له C'est une ville égyptienne. إنها مدينة مصرية. طبعا أنت بتحدد موقع، يبقى هتقول له القاهرة بتكون في شمال مصر. دي إجابة صحيحة. 12 Tu demandes à un touriste sa nationalité. Qu'est-ce que tu dis? أنت بتسأل أحد السياح عن جنسيته، ماذا أنت تقول؟ Tu vas à Rome؟ ولا هتقول له Ce touriste est italien؟ هذا السائح بيكون إيطالي؟ ولا هتقول له Il est d'origine italienne؟ هو من أصل إيطالي؟ ولا هتقول له Vous êtes de quelle origine؟ حضرتك بتكون من أي أصل؟ إذا هي ديت الإجابة الصحيحة. نكمل؟ الموقف 13 Ton camarade français te demande la position d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit? زميلك الفرنسي بيطلب منك إن أنت تحدد موقع مصر. ماذا هو يقول؟ هيقول لك Quel temps fait-il en Égypte؟ الجو عامل إيه في مصر؟ ولا يقول لك Comment on va en Égypte؟ كيف نحن نذهب إلى مصر؟ ولا يقول لك Où se trouve l'Égypte؟ أين توجد مصر؟ ولا هيقول لك Quelle est la capitale de l'Égypte؟ ما هي عاصمة مصر؟ طبعا هيقول لك أين توجد مصر؟ دي الإجابة الصحيحة. 14 Tu demandes à ton professeur de géographie la capitale de la Russie. Qu'est-ce qu'il dit؟ أنت بتسأل مدرس الجغرافيا عن عاصمة روسيا، ماذا هو يقول؟ هيقول لك إيه؟ La Russie se trouve en Asie، روسيا بتوجد في آسيا، ولا هيقول لك سي موسكو، إنها موسكو، ولا يقول لك La Russie est un grand pays، روسيا بتكون بلد كبير،
ولا هيقول لك جو باس لي فاكونس اون روسي، انا بقضي اجازتي في روسيا. تمام، هيقول لك سي موسكو، طبعا انها موسكو. 15، ان كامارات فرنسي تو دوموند او تو يابيت كيس كي تو دي، زميلك الفرنسي بيسألك أين أنت تعيش، ماذا أنت تقول؟ Je suis égyptien، أنا بكون مصري. À Tanta en Égypte، في طنطا في مصر. ولا هتقول Je vais au Maroc، أنا بذهب إلى المغرب. J'habite avec mes parents، أنا بعيش مع والدي. تمام، الإجابة الصحيحة هتبقى بعيش في طنطا في مصر. نحل أسئلة القواعد. مون أمي إيه؟ صديقتي بتكون، وخلي بالي إن دي صديقتي مش صديقي، بتكون. ماركيا مغربي، أنجولي إنجليزي، أنديا هندي، روس روسي أو روسية. هي دي الإجابة الصحيحة لأنها بتمشي مع المذكر والمؤنث. 17، مون بير ترافاي مكسيك، والدي بيشتغل في المكسيك. المكسيك دولة مفرد، اوعى تقول مؤنث، دولة مذكرة. هتقول لي بتنتهي بالإي يا أستاذ، هي من الدول المستثناة، دول بتنتهي بالإي بس مذكرة، زي مكسيك، زيمبابوي، كمبوديا، موزمبيق. وديت المكسيك، إذا دي دولة مفرد مذكر. تاخد آ، دي بتيجي مع المدن ومع الجزر المفردة. أو بتيجي مع المؤنث، أو بتيجي مع الدول المفرد المذكر، إذا هي الإجابة الصحيحة. أما الأخيرة بتيجي مع الجمع، ومكسيك مش جمع. 18، أون إيطالي ليز أبيتون إيطاليا، بيقول لي في إيطاليا السكان، عايز يقول لي بيتكلموا إيطالي. تمام، أصرف فيرب بارلي مع ليز أبيتون، أشيل ليزابيتون وأعوض عنهم بالضمير إيل، هم إي إل إس، عشان ده جمع مذكر. تمام، يبقى أخد بارل متصرفة مع التي، ما تنفعش، بارل متصرفة مع الإيل والإل في الجمع هي الإجابة الصحيحة. التالتة متصرفة مع الفو، والأخيرة متصرفة مع الجو أو الإيل والإل في المفرد، ما ينفعوش. 19، إيه لا كابيتال دي جابون، بتكون عاصمة اليابان. طيب ده سؤال، والسؤال بيقول ما هي عاصمة اليابان؟ كلمة لا كابيتال كلمة مفرد مؤنث، تاخد كل، دي بتيجي قدام المفرد المذكر، تانية بتيجي أمام الجمع المؤنث، التالتة هي الإجابة الصحيحة، تأتي أمام المفرد المؤنث، أما الأخيرة جمع مذكر ما تنفعش. سؤال رقم 20 يا شباب، أنا هقرأ السؤال ومش هجاوبه، أنتوا هتجاوبوه وتكتبوا لي الحل في التعليقات. Ils sont d'origine italienne, italien, italien, italienne. يا شباب يا بنات، مستني الحل في التعليقات. نكمل. 21، بلجيكي تام باي أوروبيان، بلجيكا بتكون بلد أوروبية. كلمة بلجيكا ديت أو بلجيك مفرد مؤنث، تاخد لو ولا لا ولا لي ولا إلا بوستروف، طبعا تاخد لا، لو مع المذكر، لي مع الجمع، إلا بوستروف مذكر أو مؤنث بادئ بحرف متحرك. 22، كومون طاليفو فرانس، هنا عايز يقول لي كيف تذهب إلى فرنسا أو كيف حضرتك تذهب إلى فرنسا. كلمة فرنسا مفرد مؤنث، تمام، هتاخد أو، دي بتيجي مع المذكر المفرد، أو اللي فيها إكس بتيجي مع الجمع، أ بتيجي مع المدن أو الدول المفردة اللي هي عبارة عن جزيرة، وأون بتيجي مع المؤنث، إذا هي الإجابة الصحيحة. 23، جو نيم با ميوزيك، أنا لا أحب الموسيقى. كلمة ميوزيك كلمة مفرد مؤنث، تمام، هتاخد لا ولا لو ولا دو ولا دي أبوستروف، طبعا حد هيقول لي هنا حالة نفي واحنا هناخد دو، اوعى تعمل كده. ليه؟ لأن أصلا عندي فعل إيمي، وفعل إيمي ما بيجيش معاه
أداة نكرة عشان أحولها لدو أو دي أبوستروف، أمال بيجي معاه إيه يا أستاذ؟ بيجي معاه أدوات معرفة، إذا الإجابة الصحيحة لام يجيك. لو شايف إن أنت استفدت من الفيديو ده، اضغط لايك للفيديو، واشترك في القناة تستفيد كتير، ودير لزمايلك على القناة واعرف إن الدالة على الخير كفاعلة. كان معكم مسيو خالد الزق من قناة مسيو أونلاين، وختاما لا تنسوني من صالح الدعاء، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.